الحمد لله القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله ما منكون بأحسن عمل ولا منتوفى لأحسن عمل ولا منشرح صدورنا لأحسن عمل إلا بفضله وكرمه وجوده ورحمته، لأنه لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه جل جلاله. والحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والقائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوفوا هالبشرة يا إخواني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بموت يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة، اللهم توفنا وأنت راضي عنا وقت مكان يا الله. من الخمس جوائز، من الخمس جوائز إن اللي بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الله يعافيه من فتنة القبر، الله يعافينا من فتنة القبر يا الله. والثانية هم خمسة، والثانية اللي بيقرأ سورة الملك كل ليلة، كل ليلة، لأنها شفعت لرجل حتى غفر له، الله يغفر لنا يا رب. القرآن بدافع يا جماعة، والصلاة بتدافع يا جماعة، والصيام بدافع يا أمة محمد، والذكر بدافع، والتسبيح بدافع، وصلة الرحم بدافع، وبر الوالدين بدافع، وأعظم شيء بدافع، بدك أعظم شيء بدافع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يا أخواني أولى شيء بشفاعة النبي، أولى شيء بشفاعة النبي، أبدأ شيء بشفاعة النبي، أقرب شيء بشفاعة النبي، أهل الإيمان يا إخواني في الله. شو دليلك يا شيخ؟ قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. اللهم اجعلها آخر كلامنا يا ذا الجلال والإكرام. والله يا إخواني اللي بيشوفوه معربش في الدنيا معربش في الآخرة. والله شو دليلك يا شيخ؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إلا ابن أم مكتوم مؤذن النبي بقول له يا رسول الله بكفيش عمى الدنيا كمان عمى الآخرة. قال له يا مؤذن يا ابن أم مكتوم العمى مش عمى البصر، العمى عمى البصيرة. العمى ايش يا اخواني؟ العمى عمى البصيرة. والله يا اخواني هذا العائل يا ويلو يا اخواني يا ويلو، اللي عنده معلومات دين، اللي عنده معلومات دين يا ويلو. وهذا الدين نوره مش نازل على القلب، بنخدع عند الموت يا جماعة، بيعرف شو يقول لا إله إلا الله عند الموت. ليش؟ لأنه في علم على اللسان وفي علم في القلب. علم اللسان حجة لك، أما علم القلب حجة، علم اللسان حجة عليك، أما علم القلب حجة لك. كيف يا إخواني هذا الإيمان نجتهد عليه؟ لأن والله يا إخواني إن الأبرار لفي نعيم. وين في نعيم؟ وين في نعيم؟ وين في نعيم؟ والله في الدنيا نعيم، والله في القبر نعيم، والله في يوم مقداره 50,000 سنة نعيم. ليش؟ لأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وين؟ وين؟ في الدنيا. وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن الفجار لفي جحيم. والله عيش تضنك في الدنيا ومرزبات في القبر ويوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة أعمى.
قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا نصيب أهل القرآن وهو في قبره، يا نصيب أهل قيام الليل وهو في قبره، يا نصيب اللي بيصلي الفجر في المسجد وهو في قبره، يا نصيب اللي بيوصل رحمه وهو في قبره، يا نصيب اللي ببر والديه. والله في الدنيا والآخرة يا جماعة، والله إنه يا إخواني فيش إلا غير حاجتين الله بيعجل في ضمار الإنسان. شو هم؟ شو هم والعياذ بالله؟ اللهم عافينا بحقوق الوالدين. الله بضرب الواحد على المطرح، بضرب الواحد على الدين. وبالكم يا جماعة اللي بتطلع في أبوه تطليعة رحمة، رباني تعب علي، رب ارحمه ما كما ربياني صغيرة، خليني إياهم يا الله، ارفع درجاتهم يا الله. كل نظرة بتنظرها لأبيك وإمك إلك ثواب حجة وعمرة يا بيبا أكرمك يا الله. واللي بتطلع في أبوه وإمه وقتاش بدهم يزولوا، وقتاش بدي أتريح منهم، وقتاش بدي أتخلص منهم. ملأ الله عينيه نارا من نار جهنم يوم القيامة. باب الجنة وباب النار الوالدين يا جماعة، باب الجنة وباب النار الوالدين. لو قصرت في العبادة ومرضي والديك على الجنة، ولو عبدت ليل نهار ومغضب والديك على جهنم. على جهنم يا جماعة، قطع الرحم يا جماعة. اللهم اجعلنا من الواصلين الرحم لا قاطعين الرحم يا الله. يا اخواني والله الإيمان إلى لذة، ذاق طعم الإيمان. والله أهل الملايين بتعذبوا، أهل الدنيا بتعذبوا، أهل الإمارات القصور بتعذبوا، قاعد الله بيعذبهم في ليراتهم وفي أشيائهم إذا ما في حياتهم الدين. إذا ما في حياتهم الدين فإن له معيشة ضنكا، وعند الموت لا يتوفق أن يقول لا إله إلا الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل به، والمصاري اللي بتقول هذا مالي. والله ما هو مالك، والله والله إلا الشيكل اللي بتنفقه في غير طاعة الله إلا تندق العقارب عليه. وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وفيما أنفقه؟ الآن يا إخواني حب القرآن ببين، حب الخشوع ببين. الآن يا إخواني اتصالك بالله، أنسك بالله. والله اللي استأنس بالله في الدنيا إلا يستأنس في القبر. اللهم آنسنا يا الله بالقرآن، آنسنا بقيام الليل، آنسنا بصلاة الفجر، آنسنا بالذكر، آنسنا يا الله بالخلوة معك يا الله. بدك تعرف الإنسان إنه له صلة مع الله ولا لا؟ اعرف إنه إذا كان في هالدنيا بيحب يستأنس بالله معناته ولي لله. وإذا بتقول له روح استغفر ربك، مرة في واحد بقول والله معصي علي الشغلة الفلانية، واحد عالم رباني. اللهم اجعلنا من الربانيين المحمديين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الاللهيين يا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. قال له أحد العلماء بقول روح استغفر ربك ألف مرة الله بيقضي لك حاجتك. قال له هو ما أفضى بالكو يا هالمشايخ، فيش إله أنس في الله يا جماعة، فيش خلوة مع الله، فيش تلذذ مع الله. كيف بده القلب مليان غير الله، غير عظمة الله، غير أثر من الله؟ والله ما بتهنى في الصلاة، ولا بتهنى في قرآن، ولا بتهنى في دعاء، ما بيصدق هو يخلص الصلاة. بعدين إذا بدروا على المسجد، المنافق في المسجد كالعصفور في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في البحر. من أين أنت يا عبد الله؟ من أين أنت يا عبد الله؟ بيوت الله يا إخواني، وليكن المسجد بيتك. تضمن الله لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والريحان والجواز على الصراط كالبرق الخاطف إلى رضوان الله إلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا منهم يا الله. بيوتي في الأرض المساجد،
وعمارها زوارها. فطوبة، الله يجعلنا من أهل طوبة، الله يجعلنا من أهل طوبة. والله ما هي طوبة 20 سنتي، والله طوبة الخيال بيجري تحتيها 100 سنة بيخلصي آخرها، يعني قد الدنيا 10 مرات. الدنيا الخيال بيقطعها ب10 سنين، أما الشجرة 100 سنة اللي يقطعها. لمين الطوبة هذه؟ لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي، فحقا على المزور أن يكرم زائره. اللهم أكرمنا بالمغفرة، اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالشهادة عند الموت، اللهم أكرمنا بصلاح والدينا يا أولادنا يا الله، اللهم إصلاح أبنائنا يا الله، اللهم أكرمنا بحب القرآن، اللهم أكرمنا بالأنس بالقرآن، اللهم لا تحرمنا بالأنس بجلالك يا الله. أغلى شيء، أعظم شيء، أكبر عقاب الله بيعاقب عباده إنه يمنعك من الأنس بجلاله. يعني ما تقدرش تذكر الله، ما تقدرش تعبد، ما تقدرش تحب الله، ما تقدرش تزور، ما تقدرش تمدح الله. والله ما هو العقاب إيم إيدك ولا إجرك، ولا أخذ لك ولد، ولا أخذ أموالك. الله أخذ للأنبياء يا جماعة، الله أخذ للأنبياء هكذا. أما أكبر عقاب يحط لك نقطة سودة في قلبك، تقوم على الصلاة ولا لا، أصبح خبيث النفس كسلان اللي ما صلى الفجر، أصبح وقد بال الشيطان في أذني. واحد بال الشيطان في أذني، كيف بدي يسعد؟ كيف بدي يكيف؟ كيف بدي يفرح؟ كيف بدي يخاطب والديه؟ والله يا إخواني ما هي هينة بال الشيطان. هو شو معناتها؟ يعني في رواية خلاه بيت خارج حقيقة، والرواية الثانية شو هي؟ أصمه عن كلام الحق. اتلوموهوش يا جماعة اللي بيحكوا مع المشايخ ومش رادد عليهم، اتلوموهوش لأنه أصمه عن كلام الحق. اللهم لا تجعل فينا شقي، اللهم لا تجعل فينا عاصي، اللهم لا تجعل فينا تابع للشيطان، اللهم لا تجعل فينا هاجر.